مشاهدي الكرام، وأنتقل على الهواء مباشرة إلى أسوان مرة أخرى، حيث معي من هناك إبراهيم عزت مراسل أون لايف وموفدها إلى أسوان لمتابعة فعاليات المؤتمر الشبابي الشهري، المؤتمر الوطني. إبراهيم، مرة أخرى أرحب بك. أعتقد أنه الآن رفعت كل الجلسات للاستراحة والغداء وتعود للالتئام مرة أخرى. كيف هي الأجواء لديك؟ نعم ترك، تحياتي لك مرة أخرى. بالفعل لم يكن هناك يعني الجدول الذي أشير من قبل رئاسة الجمهورية حول الحفل الختامي سيكون في تمام الساعة 3، وذلك نظرا لانسحاب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إحدى الجلسات، حينما تقدم أحد الشباب بشكواه وقرر سيادة الرئيس أن ينسحب من الجلسة ويتجه فورا إلى موقع الشكوى الذي تقدم بها هذا الشاب. أحدثك الآن وفي خلفية هذا البث الحي مقر الإقامة لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وصل بالفعل منذ دقائق معدودة هنا سيادة الرئيس هنا المقر الإقامة، وهو مقر قريب جدا للمكان المنعقد للمؤتمر الشهري للشباب، على أن يستهل سيادة الرئيس ويكمل اليوم بالحفل الختامي بعد قليل. من المفترض كان من الساعة 3 ظهرا، ولكن اليوم نظرا لما حدث من زيارة سيادة الرئيس لهذا الموقع للكيمة 1 وكيمة 2 سيتم تأخير الحفل الختامي إلى بضعة دقائق، على أن ننتظر الآن جميعا خروج الموكب الرئاسي من هنا من أمام مقر إقامة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متجها إلى المكان المخصص على نهر النيل هنا في محافظة أسوان لحفل الختامي المؤتمر الشهري الثاني للشباب. من أسوان إليك، نعود للعاصمة القاهرة. إليك ترك. ونعود مرارا وتكرارا مرة أخرى إلى أسوان، وأنت معنا. هننتظر إن شاء الله هذا الحفل الختامي الذي يأتي في ختام جلسات للمؤتمر، حقيقة تميزت بكثير من الصراحة وربما كثير من المفاجآت زي ما أنت قلت. شكرا جزيلا لك إبراهيم عزت مراسل أون لايف من أسوان.